مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معكم من خلال الاهلي الليله، ونبدا الان هذا الحوار عن كره القدم وفرص مصر في استضافه نهائيات كاس الامم الافريقيه القادمه وكل ما يتعلق بمستوى مسابقه الدوري العام او تطوير امور كره القدم في مصر بشكل عام، وابرز العقبات او المعوقات اللي بتواجه تطوير النشاط الكروي والوصول الى الدرجه اللي بنتمنى ان نصل اليها الاشبه بالدوريات الاكثر احترافيه في العالم، وصناعه كره قدم ناجحه اداريا وتسويقيا وماليا في مصر. ده اللي بنستهدف الوصول اليه في الفتره القادمه ان شاء الله. برحب في بدايه هذا الحوار بضيفنا في استوديو الاهلي الليله سياده اللواء حرب الدهشوري الرئيس الاسبق للاتحاد المصري لكره القدم. سياده اللواء اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب وسعداء بوجودك معنا. انا سعيد بوجودي معاك قوي. سيادة اللواء، بداية كيف ترى فرص مصر في الحصول على استضافة وتنظيم كأس الأمم أو نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة؟ هو احنا نقول انه لما نحط مصر بمقام من المقامات الثانية الأفريقية، يعني كلنا رحنا شفنا الملاعب بتاع البلاد الأفريقية والبلاد حتى البلاد الأفريقية العربية، يعني مصر بحس انها قيادة كبيرة جدا، وإمكانياتها والبنية الأساسية بتاعت الملاعب غير عادية. لما قدمنا في كأس العالم اللي كنا عايزين نستضيفه وخدته، مش عارف خدته إيه، جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا، لا مقارنة بالاثنين، لكن الاتحاد الإفريقي ساعتها كان هو بلاتر مصمم ومجهز نفسه واتخذت، ولذلك انا تديني وانا رئيس اتحاد كوره واحنا بنخطط وبنخلص، حسيت ان العمليه فيها مؤامرات وعمليه غير عاديه بيمارسها الاتحاد الافريقي، رحت منسحب على طول من بتاعه، وقلت يعني العمليه دي اي حد ينتم، ومفيش حد من الاتحاد غير ثلاثه اشتغلوا مع اللجان اللي بتشتغل، احمد شوبير وكان في اثنين تانيين اشتغلوا معاهم، واحنا سحبنا بعدنا، اذا مش جاي واحد من دول يبقى ده بيجي بصفته الشخصيه وليس بصفته عضو مجلس اداره. حسينا بالعمليه انما انا شايف الوقت سياده اللواء والاعلام وقتها هاجم بقوه القائمين على تنظيم شكل الحمله الدعائيه لاستضافه مصر لكاس العالم، وقالوا ان احنا اشتغلنا على التسويق داخليا رغم اننا كمصريين متفقين على رغبتنا كلنا في استضافه كاس العالم، قالوا لم ننجح في تسويق نفسنا خارجيا، يعني ما قدرناش. احنا جينا جبنا اللجنه اللي بتيجي تعاين الملاعب والحاجات دي، جبناها اتعمل لها عرض من المطار لحد ما دخلوا الاستاد اتحاد الكوره بشياكه، اتعمل شياكه غير عاديه واتعمل تخطيط غير عادي، لكن هي تفكيرهم كان كده، وبلاتر كان تفكيره كده، ولذلك لكن امكانيات مصر، لا امكانيات مصر تسمح للبطوله اللي جايه دي، يعني انا هتجيب مني منك، فانا فوجئت بالقرار ان احنا هنستضيف بطوله ان شاء الله، هنقدم في بتاع الملف بتاعنا فيها، انا اتخضيت انما يعني فقت في ساعتها قلت والله دي حاجه حلوه جدا. نجحنا في ده حاجه حلوه جدا، احنا امكانياتنا هايله جدا وممكن نعملها، وممكن دي تبقى نقله غير عاديه بالنسبه للاوضاع كمان. خلاص بقى انت بتاخد بطوله وان شاء الله الامن، بس هي عايزه بقى ايه بقى؟ احنا الحمد لله يعني بنقول مبروك للدوله، ومبروك للدوله القرار اللي خدته كمان انقح اللي مادة الرياضة مادة أساسية في دراسات الدراسة في المدرسة، حاجة هايلة، حاجة ده قرار نفسنا فيه من زمان جدا هايل. إنما كل شيء لما تيجي تاخد قرار يبقى لازم تخطط لتحقيق النجاح في القرار، تفاصيل كتيرة جدا محتاجين، تفاصيل مركز كتيرة جدا. يعني في حاجة اسمها إدارة الأزمات، أنت داخل في أزمة، ما هي أزمة يعني إيه؟ هي أزمة مش خناقة، الأزمة يعني فيه أمور في هتحصل، حدث مهم هتحصل، ولازم إذا حصلت يبقى أنا عامل إيه، استعداداتي إيه، مجهز نفسي ولا مش مجهز نفسي، مش مجهز نفسي خلاص استعمل بقى، لكن مجهز نفسك يبقى لازم يبقى أنت خططت، والتخطيط ده الفترة اللي جاية ده بيلزم أربع جهات من الوقت، إذا إن شاء الله ربنا حصل لنا نصيب أول ما يطلع، يعني نجهز بقى من أول ما يطلع القرار إن شاء الله إن مصر هتستضيف البطولة. أربع جهات؟ في أربع جهات لازم دول من الوقت يبقوا شركاء في ترتيب، من الوقت بيجهزوا نفسهم، مش لسه هيجهزوا نفسهم بعد ما تحصل العملية، لا من الوقت. نمرة واحد القوات المسلحة. نمرة اتنين وزارة الداخلية، وزير الداخلية يعني.
وبعدين نمرة ثلاثة اتحاد الكورة، نمرة أربعة في عنصر رابع تاني وزارة الشباب والرياضة. دول من الوقت يجهزوا ملاعبنا شكلها ايه، طب الامن بتاعنا كان هيبقى شكله ايه. ده احنا ماتش الجزائر اللي اتعمل ووصلنا كاس العالم اتعمل له اعداد وتخطيط ما حصلش في تاريخ الكرة في مصر. ليه؟ لان احنا لعبنا ماتش الجزائر الاولاني لعبناه في الجزائر، الناس كانت عاملة تخطيط من بالذات بالليل، اللعيبة نايمة والجوهري بقى مأمن العملية، ولقيت لك الجزائريين كلهم في الشوارع طالعين، كان البنطلون الجينز ده لسه طالع جديد، كله لابس الجينز ومن فوق عريان، وكله بيهتف تحت اللوكاندا عشان اللعيبة تبقى ما تسهر بقى ويبقى مشكلة، يعني يبقوا مراهقين وقت المباراة، يعني يبقوا مراهقين وقت المباراة. فرحت مكلم وزير الداخلية، يا سيادة الوزير انت الماتش الجاي هتلعبه في مصر، ومصر شايفة كل حاجة دلوقتي، وكل حاجة بتزاع وكل حاجة بتتشاف، مصيبة هتحصل لكم في مصر، الحق الكلام اللي بيعملوه الأولاد اللي تحت. والله العظيم ما في ربع ساعة وزير ما خلى واحد موجود، جوهري نمت كويس نمت كويس، وطلعنا وكسبنا وخدنا ودخلنا بكاس العالم، أخد بالك. فهي عايزة 90. الجهات الأربعة دي لازم من دلوقتي كل هو كل واحد فاهم، يعني بسم الله ما شاء الله احنا الحمد لله ماشيين حلو جدا، وودينا قضينا على الارهاب يمكن في 90% او 95% من الحاجات اللي موجوده الحمد لله تمام. دي عايزه زي الارهاب اللي بيحصل بالظبط، احنا نجهز نفسنا من دلوقتي عشان لما نيجي نقول دخلت البطوله يبقى الحاجه نمره اتنين، اول ما يقول البطوله دخلت يعني ده بيقولوا فاضل 6 اشهر، يبقى لازم اتحاد الكورة لو سمحت يا اتحاد الكورة يخطط من الوقت معاهم في العمليات دي. أما الأمور الفنية لإدارة الأولمبياد اللي إن شاء الله ناخدها بقى ما دام إحنا بنستعين بيها هنا، يبقى لازم هناخدها، عشان ناخدها يبقى لازم نخطط، لأن لو خططنا على الكلام اللي موجود دلوقتي صفر المونديال. يعني لازم الوقت، هاني أبو ريدة وراجل مخطط وهايل جدا واشترك في التخطيطات اللي قبل كده، يبدأ الوقت يعمل تنسيق مع الجهات التانية اللي أنا بقول عليها دي، ويبدأوا يجهزوا نفسهم نمرة واحد لتأمين هذه الدورة، لأن خطورة يأمن، يبقى مأمنين نفسنا كويس. نمرة اتنين نجهز الفرق فنيا، يعني الست أشهر دول منتخب ما يقعدش هنا، يطلع بقى زي الجهر ما كان بيعمل كل يوم في دولة وكل يوم بيعد وكل يوم يطلع نجوم لحد ما جت البطولة. أنا هوصل مع حضرتك بعد قليل للمنتخب ومستوى لاعبينا ومستوى المنافسة فنيا في يعني لازم عليه. لازم بس خليني أقف مع بالترتيب اللي حضرتك بدأت بيه. حضرتك اتكلمت عن جاهزية الملاعب والاستادات المصرية، هل لو خلاص تقرر إن البطولة إن شاء الله تكون في مصر، ملاعبنا واستاداتنا والبنية التحتية الرياضية في مصر جاهزة، ولا حضرتك شايف انها محتاجة في الأشهر القادمة دي وفي فترة قليلة جدا شغل كتير قوي ويعني تفاصيل كتير قوي نشتغل عليها؟ احنا بقالنا فترة انت عارف بنتعامل مع عينة من الجمهور المصري، مش كل الجمهور المصري، الجمهور المصري ما بيروحش مش كده، فلازم احنا نبدأ نقول ان احنا اللي احنا بنطبقه في الدوري مش هنطبقه في البطولة، لا ده احنا 100,000 و70,000 و60,000 بتتكلم في ارقام زي اللي كانت موجوده جامده. فلازم يبقى احنا النواحي الامنيه ليها ناسها، والنواحي الكرويه يبقى لازم اتحاد الكوره من الوقت بيجهز مين هم الاولاد اللي هيمثلونا في كاس الامم اذا ان شاء الله فوزنا، يبقى بنجهز نفسنا، نجهز نفسنا مش بنجهز نفسنا اي كلام، بنجهز نفسنا نعمل خطط وبرامج الفنيين الاساتذه الفنيين اللي موجودين في الاتحاد، المدير الفني، الاجهزه، الناس القدامى، الناس اللي عندها خبره، اخد بالك، نجيبهم علشان يجهزوا نفسهم للنواحي الفنيه. اما الامنيه انا شايف حضرتك هنا بتتكلم عن دور بقى مين الكوادر اللي هيتم اختيارها لتكون في اللجنه العليا المشرفه على البطوله او المنظمه، لازم ناس محترمه، لان انا بشوف ساعات محترفه، ناس محترفه، ناس عملت، ناس لها خبره في العمليات دي، واحنا موجودين كتير قوي، ناس موجوده كتير جدا في لان المجاملات في الاختيارات بتبوظ الدنيا بتضغط. صح. طيب هرجع لتجربه حضرتك، حضرتك كنت رئيس لاتحاد الكره المصري اللي وقت توليكوا المسؤوليه حصلنا على فرص مصر او القرار الخاص باستضافتنا وتنظيمنا لكاس نهائيات كاس الامم 2006. خلال فتره القرار بان البطوله دي هتكون في مصر حضرتك كنت موجود كرئيس لاتحاد الكره. صح.
ايه اول قرار بدات العمل عليه او اول خطوه بعد اعلان القرار النهائي ان مصر فازت باستضافه البطوله وتنظيم؟ هو احنا ربنا كان واهب مصر برضو فيها شباب كان حلو جدا طالع، يعني على راسهم محمود الجوهري مثلا. وبعدين كان عندنا اجهزه، ناس عمداء كليات وناس عندهم خبره في الكوره، وناس يعني جبنا ناس كويسين قوي. الناس دي اعدت نفسها للنواحي الفنيه بشكل غير عادي، اتعملت بطوله جامده جدا، واتعملت الماتش الاخراني حضره استاذ رئيس الجمهوريه، وكان حاجه اتعملت غير عاديه، ماتشات كانت هايله، الفرقه كانت جاهزه، فرقه كانت جاهزه. لازم يبقى عندي فرقه بقى، انا لحد دلوقتي مش مستقر على فرقه، لحد دلوقتي انا مش مستقر على فرقه، المفروض فرقتي تستقر من الوقت، ونخطف ولادنا اللي صلاح وغيره نخطفهم علشان يجوا يحضروا الماتشات اللي بتتعمل، البروفات اللي بتتعمل. لازم يعني الجوهري قبل ما يروح البطوله دي كان عامل يجي بتاع 30 تجربه مع دول اجنبيه معظمها افريقيه. لازم اعمل كده، مش هاجي بقى اعمل، لازم يبقى الاعداد بتاعي اعدادي في مباراه قويه زي اللي احنا هنلعبها. طيب مدى جاهزيه منتخبنا؟ احنا هنرجع للجوانب التنظيميه ونسمع ترشيحات حضرتك لو بتتمنى وجود شخص ما الاسم هذا الاسم او ذاك حضرتك بترشحه انه يكون هو المسؤول عن او رئيس اللجنه العليا المشرفه على تنظيم البطوله. هنرجع لكل الامور التنظيميه دي بعد قليل. خلينا نتكلم شويه عن شكل منتخب مصر تحت قياده المدير الفني اللي تولى المسؤوليه قريب جدا اجاري. راي حضرتك ايه في شكل اداء الفريق في الفتره اللي فاتت وفي شغل الجهاز الفني الحالي؟ هو انت عارف يعني بطولة زي دي المفروض انا مجهز نفسي ليها من بدري. احنا كنا بنخطط، يعني مش احنا، الناس اللي كانت موجودة سمير زاهر وهنا بوريدة، يعني الناس دي كلها كانت موجودة، دول مش عايزين حد معلم تاني يعلمهم، يعني هاني وسمير واحمد شوبير الناس دي ناس حضرت الخبرة وحضرت التجربة، لكن معرفش هم عند التنفيذ بتلاقي عندهم ما عندهمش الاستعداد انهم يخشوا في تجارب وفي انا خطط من الوقت، وانا جاهز فرقتي من الوقت، وانا جاهز الاداريين بتوعي من الوقت، والوحش اللي اثبت انه مش كويس ما فيش يمشي. انا مش عايز اقول اسماء في عز المجد الكوره وفي عز البتاع وناس من المعتوله يا سلام يا عم، خلاص انت مش قادر تدي في اسم في ذهن اللواء حرب الدهشوري كتير بتتمنى يكون موجود او اكتر من اسم تتمنى يكونوا موجودين في اللجنه اللي بتدير هذه البطوله وتشرف كتير عليها. كتير زي مين؟ ناخد امثله. يعني انا هقول لك، انا يعني في اسامي من الاسماء اللي انا متوقع انك تسالني السؤال ده. يعني شوف الاسماء اللي هتقال دلوقتي، عبد المنعم عمارة، وفي الوقت عبد المنعم عمارة، هشام عزمي، هشام عزمي ده موسوعة، سيبك من هشام عزمي بقى في مشاكل بيني وبينه، لا هشام عزمي بيجيد 9 لغات 10 لغات وأستاذ في علم الإدارة في الحاجات دي كلها. عصام عبد المنعم، عصام عبد المنعم يعني ياما اختلفت مع عصام، لكن ساعة ما اجي اشتغل لا عصام نمرة واحد، خش يا عصام. يعني المدربين الأجانب اللي جبناهم من بره عشان يرفعوا مستوى الكورة، اللي جابهم عصام عبد المنعم هو سافر هو وأفتكر سمير زاهر الله يرحمه. الله يرحمه. سافروا وجابوا ناس أدت هنا دروس لكيف تدار كرة القدم بفنيات عالية. يعني حضرتك بتشوف ان الاسماء دي لسه هنستكمل باقي الاسماء لو اه الاسامي. هاني بوريده، هاني بوريده مش شغل مش بطبيعه الحال الكابتن هاني موجود بوصفه رئيس الاتحاد الكره المصري، فهو وانسى يا هاني، انسى يا هاني، انسى ان واحد صاحبي اجيبه يفعل، لا مفيش لا صاحبي ولا قريبي ولا ابن عمي ولا ابن خالي. في ناس مستقبل الكوره عايز ناس على مستوى فير، مهيلين مميزين، عندهم الامكانيات، عندهم الخبرات، عندهم الاخلاق. اسماعيل اليمني، عزت ابو الروس ابن الاهلي، ما اعرفش حالته الصحيه ايه، لكن عزت ده كادر من الكوادر الهائله جدا في النادي الاهلي، ومن الناس اللي عملت كره قدم في مصر حقيقيه. عمرو ابو المجد كمان ده ابو الاشبال، ابو الاشبال في مصر، ابو الاشبال في مصر. دكتور محمود فاروق عبد الوهاب،
انا حضرت قريب حفله قام اتكلم في تخطيط لكره القدم في مصر باللغه الانجليزيه وبامكانيات غير عاديه اللي قاعدين اتخضوا. هي حفله ملهاش دعوه بالرياضه ولا بتاع، هو ده خرم في الرياضه وقعد يتكلم على اللي المفروض يحصل وبتاع. الناس كلها قالت اللي حصل ده ولا يستاهل حاجه. الحاجه الوحيده اللي استفدناها المكالمه او اللقاء اللي عمله فاروق عبد الوهاب. فاروق عبد الوهاب جاي ما شاء الله وبصحه، انا كنت معاه قريب بصحه وحاجه جميله جدا. دكتور محمود ابو العينين ما اعرفش اخباره ايه في النادي وفي الاتحاد. هو احمد شوبير، كابتن احمد شوبير كمان موجود، يعني موجود في الوسط وفي وسط الاعلام الرياضي ونائب لرئيس اتحاد الكره. مش كده؟ يعني عنده الصلاحيات. احمد شوبير طبعا قريب من الاحداث، يعني طبعا بطبيعه الحال هيكون له علاقه بترتيبات البطوله. كان شغال بقى بيكمل دول بقى كرامر 30 واحد من يوغوسلافيا ومن رومانيا. الناس انت عارف النتيجه، يعني نتيجه تقول ايه؟ طب وانت عملت ايه؟ يعني النتيجه ايه اللي انت عملتها؟ ايه قول لي نتائج منتخب يا سيدي في ده. 70% من نتائج كره القدم في مصر حصلت وقت الناس دي. اخرهم مسك الختام عمله الله يرحمه المرحوم سمير زاهر لما كان رئيس اتحاد وجاب 3 بطولات في ورا بعض. مين اللي جابها؟ ما هو ده من مجموعه. سمير زاهر من الناس دي، منسوب للناس دي، وعمل الكلام ده من الناس دي. اخد بالك؟ الناس دي موجوده وغيرهم موجود، نجيبهم ويخططوا بعيدا عن اتحاد الكوره، ملوش دعوه باتحاد الكوره. ثانيه، بعض الناس اللي بتسمع حضرتك دلوقتي هتقول ان حضرتك طرحت اكتر من اسم من الاعضاء الحاليين لمجلس اداره اتحاد الكوره، وحضرتك بتقول نعمل لجنه فيها الاسماء دي وتشتغل بمعزل عن او دون تدخل من اتحاد الكوره، مع ان بعض الاسماء اتحاد الكوره لازم. لا لا، انا قلت احمد شوبير، حضرتك قلت كابتن احمد شوبير والمهندس. لا، في ناس تنفع في الاداره. بس حضرتك عايز لجنه. حازم امام. حازم امام طبعا من الكوادر المميزه. حازم امام من الكوادر الهائله جدا. طيب هل حضرتك والتانيين انت ما بتشتغلش في الفنيات لكن ممكن تشتغل في العمل الاداري؟ عايز لجنه عملها كامل الصلاحيات ومنفصل تجهز نفسها للاتحاد الكوره. ما تجهزش نفسها تجهز نفسها لان لاول ما ناخد البطوله بنجهز فرقه تبقى فرقه على مستوى عالي جدا في خلال الست اشهر، ممكن يكسروا الدنيا. يجيبوا الناس دي اسماعيل اليمني. مهم الاسماء اللي حضرتك قلتها. طب اقول لك على حاجه، انت عارف كان مين ماسك البراعم بيكتشف مراعم في اتحاد الكوره؟ انت مش هتصدق، وانا براجع المراجع الكلام ده اللي انا بقوله ده موجود في كتب، موجود في مجلدات، اخد بالك؟ مش بقوله من عندي، لا، مجلدات، انا رجعت بس ابص كده، مجلدات موجود فيها الكلام ده، اخد بالك؟ فاسماعيل اليمني كان ماسك القطاعات. يعني ايه قطاعات ويعني ايه براعم؟ البراعم كان ماسكها الفريق عبد العزيز قابيل قائد الجيش مش عارف الثاني او الثالث في الحرب العالم في الحرب بتاعت 67 و73. عبد العزيز قابيل اللي هو ابنه كان وزير ماسك وزير حاجه كده في الوزاره. مهندس طارق قابيل. مهندس طارق قابيل، اخد بالك؟ عبد العزيز قابيل كان ماسك البراعم وكان سعيد جدا، فريق وراجل في الجيش حاجة كبيرة جدا، كان سعيد سعادة غير عادية بأنه ماسك المشروع القومي للبراعم، وكان ليه مقر في معهد الكورة في الاستاد القاهرة، معمول له مكان مقر للبراعم، براعم اللي هي سن الصغير. الكبار دول اللي بيطلع من عنده يطلع للقطاعات اللي ماسكه اللي هو اسماعيل اليمني. صدقني دول لما بيكلموني دلوقتي بيبكوا. ليه؟ كفاءة أن ترميها، كفاءة لها خبرة، عملت خبرة، شايفين إن عملت إنجاز غير عادي، نفسهم يعملوا حاجة، نفسهم يتمنوا أنهم يعملوا حاجة. الناس دي موجودة. طيب هي مش سنة الحياة سيادة اللي هو في العالم كله في خبرات كبيرة بتفضل لها قيمتها وبارقها في أي دولة وبيفضل موجود منهج الاستعانة بيهم كمستشارين، لكن بتخرج أجيال بمتوسط أعمار أقل وبتاخد الخبرات لا أنا بقولش إنها موجودة ولا لا، أنا بقول لحضرتك مش سنة الحياة إن هذه طبعًا الكوادر طبعًا بتترك العمل التنفيذي في مرحلة ما. أنت عملت أجيال، بس حضرتك بتقول ما فيش أجيال على نفس مستواهم. الناس دي عملت أجيال. ما هو جيل يعني صغير عنده 20 25 سنه تعظيم سلام، ده الشباب هو اللي بياخد فرصته، واسم الله ما شاء الله، يعني سياده الرئيس يعني بيهتم جدا بالشباب. ده حاجه ده توجه للدوله حاليا، حتى توجه الدوله للشباب، واحنا كلنا توجهنا للشباب.
ما دول اللي بيعملوا الشباب. يعني هنا حضرتك بتقول انه لم ارى حتى الان الاجيال البديله الاصغر منهم سنا للي بنفس كفاءه. ايوه دول بيعملوا الشباب. يعني الناس دي هي اللي عملت الشباب. الاسامي اللي طالعه دي اللي جابت البطولات، اللي جابت 70% من نتائج كره القدم في مصر، اللي جابها الناس ما هو مش كان. فحضرتك بتقول انه كانوا ساعتها، يعني حضرتك شايف انه من غير المعقول ان هو ما يبقاش مستفاد بيه. كانوا ساعتها شباب، هم كبروا الوقت. حضرتك بتقول انه امر غير ايجابي او سيء على او مردوده سيء على الكره المصريه ان هذه الاسماء اللي حضرتك ذكرتها ما بتشتغلش او ما بتشاركش في حاجه دلوقتي. حضرتك شايف ان ده ضار بالرياضه والكره المصريه؟ طبعا ضار. انا ارجع ده في ناس لا يقل عن طبعا عصام عبد المنعم الراجل الاعلامي الكبير ده فين؟ خاصمينه ليه؟ هو عصام قليل؟ لا طبعا، كابتن عصام خبره كبيره. اكتر واحد اختلف مع عصام حرب الدشور. انما اعشق عصام عبد المنعم. لما يجوا بتصير عصام عبد المنعم اقول لهم لا ده مخطط عالمي وعظيم. لما جينا نسفر ناس، تجيب ناس اجانب من بره، يعني هو في مره تخطيطين اتعملوا. التخطيط اللي اتعمل في الفتره دي وطلع اللي جاب الاجانب عصام عبد المنعم وسمير زاهر زي ما قلت. في تخطيط قبليهم، وهو مصر دي ولاده. عملوا الاستاذ جلال قريطم رحمه الله عليه وكيل وزاره الشباب والرياضه، عارف عمل ايه؟ حس ان احنا التدريب عندنا تعبان شويه. ده الكلام ده بقى كنت انت لسه صغير، وانا صغير يعني كنت بقى. ده من كام سنه تقريبا؟ لا تقريبا ده من حوالي، انت هتحس بال سنه كام تقريبا؟ يعني فتره ايه؟ يعني في السبعينات. السبعينات واول يعني زملائي كمان في فريق الاعداد بيقولوا ده سنه 66 كمان. سبعه. ده مشروع المواهب. لا سبعينات يعني. السبعينات يعني نهايه الستينيات بدايه السبعينيات. عارف جابوا كم مدرب؟ جابوا حوالي سمير، وجابوا حوالي بتاع 15 20 مدرب. كرروا التجربه، كرروا وغشوا من تجربه جلال قريطم رحمه الله عليه وكيل وزاره الشباب والرياضه. كانت كوره نايمه خالص. فجاب حوالي 25 مدرب يوغوسلافي وروماني والماني. نادي الاهلي خد واحد، ونادي الزمالك خد واحد، ونادي الترسانة اللي انا كنت بلعب فيه خد واحد. لا شفنا ولا هنشوف واحد زيه، لا شفنا ولا هنشوف. ماتي كالو مدرب نادي الترسانة، عمل جيل نادي الترسانة. جيل نادي الترسانة عمل ايه؟ خد كاس دوري العام مرتين، وخد كاس مصر ثلاث مرات، وكسب الاهلي والزمالك، وكسب الاهلي. مرحله كان فيها الترسانه يعني منافسه الاهلي. معلش بس يعني احنا كسبنا الاهلي. انا عديتها بقى خلاص، بس بغير الموضوع. بحب النادي الاهلي. يعني الفكره دي الجيل ده في الترسانه كان جيل طبعا له اسمه وله شعبيته. ما هو الجيل اللي عمله ماتي كالو ونادي الزمالك بلندر. بيمرن نادي الزمالك، والنادي الاهلي كان جايبين له واحد هاير هيديكوتا، افتكر حاجه هيديكوتا. هيديكوتي من افضل المدربين اللي تولوا بقى كل الناس في مصر كلها. ده اتعمل راجل. ان حضرتك هنا بتقول رؤيه الدوله بقى انها شافت ان في حاجه الى ارتفاع بمستوى الكوره بشكل عام. راجل جدع جدا، وراجل كان لعيب كوره كبير، وراجل كان من احسن الحكام في مصر. عنده خبره كبيره جدا، مش بنائي عشوائي. فهو موجود انتهز دي فرصه، وهو وكيل وزاره الشباب والرياضه اهدى مصر بحوالي 17 20 جوهره من الجواهر المدربين العالميين الاحسن. ودي الفتره اللي حضرتك بتقول انها عملت فرق. يا سيدي اعملها يا سيدي، يا اخواننا يا مسؤولين عن الرياضه في مصر اعملوها. هاتوا الناس دي، الناس دي تقول لهم، الناس دي اللي قالت، الناس دي كتبت كتب. الحاجات النجاحات اللي عملوها معموله في كتب، مش معموله في بيحرق. ما فيش حاجه اسمها حرق. كل واحد عنده الملازم بتاعته والمرجع بتاعه، مرجع ال 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 الأطفال الصغيرين، البراعم، القطاعات، الناشئين، الحكام. هل حضرتك عايز تقول إن إدارة الرياضة في مصر حاليا مش بتدار بشكل علمي؟ لا مش بتدار، مش بشكل علمي. لا 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 بشكل أكاديمي. لا 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 خالص. قول لي فين بقول لك كان في معهد للكورة يا أستاذنا، معهد للكورة بيديره عميد الكلية ومعاه أساتذة هايلين جدا شغالين. يبقى بيشتغلش عشوائي، ده بيشتغل بمخ، اخد بالك؟ يعني هل ده كلام حضرتك معناه انه رغم كل الانفاق اللي تم والتسويق والدعايه وحجم التعاقدات اللي في مصر، الا ان الامور ما زالت من وجهه نظر حضرتك عشوائيه؟ مفيش. انت حاسس مش ماشي على النمط اللي موجود عليه؟ انت حاسس ان كره القدم ماشيه كويس؟ حاسس ان الرياضه ماشيه كويس؟ لا الناس بتقول في مشاكل طبعا، بس في اراء مختلفه. يعني في ناس بتقول في حاجات كويسه وحاجات مش كويسه. مفيش. لكن هو الفيه انك تخطط كويس قوي، ولما تيجي تخطط تنقي بقى
الاساتذه ما حدش يقول عليه التلت التلاته كام، لكن ما تجيبليش واحد ما بيفهمش بالكوره او ما بيفهمش في الكذا في الملاكمه وتقول له لا انت ده. اجيري افضل ولا كوبر؟ محمود الجوهري. لا طبعا كابتن الجوهري رحمه الله من العلامات البارزه في تاريخ الرياضه المصريه. انا بقارن بين الحاله السابقه مباشره ومن يتولى المهمه حاليا، المدير الفني الحالي أجاري ولا المدير الفني السابق كوبر أفضل من وجهة نظر حضرتك حتى الآن، مع أن أجاري بقاله فترة قليلة؟ يعني هل كنت مع الناس السعيدة بأداء كوبر ولا كنت مع الرجل الثاني كوبر وصلنا طيب هل حضرتك كنت شايف أنه يعني بتجد ارتياح في فترة وجود كوبر ولا كنت مع الآراء اللي بتطالب برحيله وغير راضي عن الأداء؟ هو لحد ما مش الرجل كان عامل نتائج كويسة جيت الحقيقة، لكن النتائج لا ترشحه أنه يستمر في مصر. في حاجة في الرياضة حتى في العالم كلها، انت احنا اديناك مسؤولية واحنا حاسين انك انت راجل عظيم جدا وبناء على تاريخك وبتاع، ولكن لما جيت في الجد وادينا لك المسؤوليات ما جبتش النتيجة المرجوة. مع السلامة. بس هي في كرة قدم كده. حضرتك تتكلم بقى عن شكل ونتائج الفريق في كاس العالم. في كاس العالم اي اي مع الاراء اللي بتقول ان ده اخفاق كامل الاداء في كاس العالم ولا لا؟ يعني لا. في ناس قالت الصعود نجاح بكل المقاييس، نجاح طبعا، ولكن الشكل اللي ظهرنا عليه والنتائج هناك في نهايات كاس العالم اخفاق. هو كتر خيره، هو كتر خيره ان ربنا رزق محمد صلاح. انا محمد صلاح اللي عمل النتيجه دي جت الحقيقه. لازم نعرف اولا هاني فاهم الكلام ده كله، هاني من الناس النصحين، ناصح يعني واشتغل. هاني ابو الاشبال، هاني كان ماسك المشروع القومي للبراعم وكان هو اللي بيصعد سمير زاهر، سمير زاهر ماسك الفريق الاول هو اللي بيصعد له من عنده. اسماء انا كنت قاعد مع واحد من زمايلنا دلوقتي قال لي على 30 اسم، 30 اسم دول كانوا عملوا نتائج في تاريخ مصر ما حصلش. طب هل المهندس هاني ابو ريده حاليا ما بيتصلش باللواء حرب الدهشور يحصل بينكم؟ لا بس لا يعني في معايدات، في اتصالات على مستوى الانسان. انا بتكلم على مستوى الخبرات الكرويه، ما بيدورش حوار بينكم عن ازمه ما رؤيتك اقتراحاتك؟ هو طلب وسمير زاهر طلبه، انما انا يعني انا شايف ان انا موقعي الوقت في المشاهدين واقول اقدر اديك. طب ليه يا سياده اللواء حضرتك بتقول انا وجيلي عندنا خبرات؟ حضرتك ما قلتش، ما تكلمتش عن نفسك، لكن قياسا على الاسماء اللي اشرت لها بتقول ان عندكم خبرات لابد ان يستفاد بها. ليه لما بيطلبوا من حضرتك راي او مشوره او رؤيه فنيه او دراسه ما لتحسين امور كره القدم والرياضه ما بتقدمهاش؟ انا هاني من علاقتي لم تتقطع بيه ودايما معاه ودايما كل حاجه. هو يمكن احتمال يكون زعل لانه انا في كذا مره يطلب ان ابقى موجود، وانا ما انا قراري بينه وبين نفسي انا انه اخد يعني انا بقول مش حابب الظهور الفتره الجايه. انا اقول ما احبش خالص، احب ابقى كده كويس. طيب الفتره الجايه منتخبنا الوطني لو حضرتك بتتابع المنتخبات الافريقيه ومستوى المنافسه ان شاء الله في نهائيات الامم الافريقيه القادمه، حضرتك شايف مصر فين على خريطه المنافسه وفرص مصر ومنتخب مصر في الفوز بالبطوله؟ والله ربنا يكرم المدرب اللي جه جديد ده اجيري، ان ربنا يوفقه. و يعني اولادنا يعني مش يعني على الاقل احسن من الفرقه، يعني ممكن نعمل نتيجه كويسه معاهم وممكن ربنا يوفقنا فيها ان شاء الله. انا اتمنى ان شاء الله ان الفرقه، لكن ده لا يمنع يا كابتن هاني من انك تجيب الناس اللي انا قلت عليهم اللي انت عارفهم كويس قوي وانت شاركت معانا فيهم، هاتهم يخططوا لكرة القدم في مصر. كرة القدم تدار بلا تخطيط، بلا اي حاجة ليها دعوة بالتخطيط خالص. يبقى احنا هننتقل للدوري العام. لا راجل كان معايا زميل هنا اسمه عمر، افتكر حاجة عمر زميلنا عمر البنوبي والله العظيم ده قال لي على مجموعة الفريق اللي طلع ثالث كأس العالم في 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 الارجنتين لما كسبوا بطوله ثانيه. اه ده الجيل اللي كان ادار البطوله دي وكان مدير فني كابتن شوقي غريب، بيتكلم عن جيل 2001. وشوقي غريب ازاي؟ وائل رياض وابو المجد مصطفى وحسام غالي. شوقي غريب مدرب هايل. اليماني محمد اليماني. نتاج الشغل اللي حصل ده، لان خدناه وديناه اخترناه اولا. اخترت شوقي غريب مبني للمجهول. شوقي غريب كان منتخب مصر 10 على 10، بعديها السلام الجمهوري ضرب شوقي غريب مش في الشاشه. فجاه الاتحاد الكوره جاب شوقي غريب. كويس؟ ووداه لايبزيج، مش وداه لا وداه لايبزيج، راح لايبزيج طلع من الاوائل بتوع لايبزيج. جه هنا اشتغل مساعد لمحمد علي. محمد علي كان هو المدرب الاصلي بتاع الفريق. الله يرحمه. مسك محمد علي، دكتور محمد علي. دكتور محمد علي الله يرحمه، الله يرحمه. فلما كان شوقي رجع من لايبزيج مسك مكان محمد علي، لحد دلوقتي اللعيبه تهت يعني
تتكلم باسم شوق غريب. الجمهور في البطوله كان بيهتف وكان في صرخات اعجاب باداء منتخب مصر. هايل الجيل ده اللي كان مع كابتن شوقي غريب. يعني شوقي غريب هايل من النوع الهايل جدا اللي استفاد بيه مع ناس تانية. مش شوقي غريب بس، مع ناس تانية. طيب هنتكلم عن هذه الامور. طالما حضرتك بتقول انك على يقين ان الامور بتدار حاليا بشكل عشوائي في مصر، رايك ايه في مستوى المنافسه وفي شكل مسابقه الدوري الممتاز حاليا؟ قوه الدوري المصري بشكل عام. قوه الدوري المصري انا بزعل لما يقولوا بيراميدز شكلها واحد مش مصر، مش من مصر. انا كنت اتمنى ان كان اللي يعمل فريق بيراميدز واحد مصري حاسس بالامكانيات المصريين. انما لا، بشكل عام احنا بنتكلم بشكل عام عن المستوى الفني. خلينا نقول احنا مع كل ما تسمح به القوانين عندنا لمستثمر مصري او عربي او اجنبي. لا، وهي لكن هي حصلت امتى ان احنا جبنا مصري عمل نادي؟ طب ما عندنا في كيانات تابع لها انديه زي الجونه مثلا، تابعه لرجال اعمال مصري. وادي مصري. حضرتك بتقول امتى غير مصري يعني؟ لا، انا بقول مصري. انا بقول مصري. لكن ما جيش تتعمل مشاكل من تحت راس النادي الجديد. طيب احنا خلينا نتجاوز النقطه دي الى المستوى الفني. يعني احنا مع حضرتك بتعبر عن راي ولك مطلق الحريه. وممكن ناس كتير تتفق مع حضرتك في الراي ده كمان، لان سمعناه اكثر من مره. وفي اراء بتقول ان ما فيش مشكله طالما انه استثمار بيضخ في الرياضه من مستثمر مصري او عربي او اجنبي، فدي قضيه خلافيه ممكن نقعد نتناقش فيها مع ضيوفنا ساعات. هو الدوري الدوري الوقت بينه وبينك الفريق والاحتراف تفحش وتوحش. انت عمرك سمعت لاعب في جيل التسعينات، اول التسعينات، مش هقول بقى السبعينات والستينات، بياخد 15 و20 مليون جنيه؟ سمعتها؟ هل مصر ماديا تسمح ليها ان ادي لعيب كوره بجيبه عندي في ملعبي اديله 40 مليون جنيه عشان لا؟ ده ما دي مش يعني الارقام مبالغ فيها حاليا، رقم مبالغ جدا جدا فيه، ولا يتوائم مع مصر ولا في الوضع في مصر، وعمره ما يتوافق. انا ادي الواحد كان بياخد 50 جنيه في الشهر اديله 15 مليون جنيه. فبقت الكوره دلوقتي مع اللي عنده فلوس. اللي عنده فلوس بينقي من كل فستان ورده، والورده دي غالبا مش من القاهره، ممكن اجيبها من اوروبا، ممكن اجيبها من العالم العربي، ممكن اجيبها من بتاع. ولذلك الانديه اللي في الاحتراف الشعبيه والجماهيريه الشعبيه بس اللي ما عندهاش في خبر كان انتهت. نادي الترسانة فين؟ اولمبي اسكندريه فين؟ الاسماعيليه في طريقها، المنصورة تراجعت امام الانديه الكائنات الكبيره ماليا، انديه الشركات. انا لدرجه ان انا قلت لهم مره في برنامج، قلت لهم يا سيدي ده من العمليه فلوس، خلاص نجيب واحد زي نجيب ساويرس نمسكه نادي يكون كويس، يعني يبقى امكانياته على الاقل يسند مع زي الاجانب. لكن الكوره الوقت للاغنى مش للاحسن. يعني هنا حضرتك بتتمنى ان رجال الاعمال او الكيانات الاستثماريه اللي بتدخل مجال الرياضه المصريه تبقى مصريه وليست وتضخ الاستثمارات دي في الانديه الشعبيه. صح، الانديه اللي عندها تاريخ. صح صح، عشان نحافظ على جماهيريه اللعبه. طب فين نادي الترسانه؟ انت مش صعبان عليك نادي الترسانه؟ طبعا كلنا، اي نادي من الانديه الكبيره مش صعبان عليك. نادي اولمبي اسكندريه اكيد مش صعبين عليك. نادي المحله ده تاريخ اللعبه في مصر. مش صعبين تاريخ اللعبه، تخيل مش واحد ولا اثنين، ده يجي 10 12 نادي. خلاص في خبر كان، لان ما عندهمش امكانيات ماديه. والاستاذ احتراف بيقول اللي معاه فلوس يعيش واللي معهوش فلوس يموت. طيب انا متفق مع حضرتك ان الاشكاليه دي ناقشناها في قناه الاهلي كتير، فكره دخول الاستثمار الى الرياضه والانفاق الضخم وتاثيره على الانديه الشعبيه، ده قضيه مهمه جدا. ولكن اليس هذا هو نمط اداره كره القدم عالميا دلوقتي، ان الصفقات حضرتك شايف حجمها من نادي يا بيه؟ هم ظروفهم تسمح، انا ظروفي لا تسمح. ان ده ما يناسبناش. انا ظروفي الماديه ما تسمحش ان انا ادي واحد 15 مليون جنيه. طب ازاي؟ او مقابل ارباح ايه بتتحقق؟ يعني فين الربح؟ وهو بيجيب لي 15 مليون جنيه بامره ايه؟ ده الأندية لا، يعني أنا بقول الوقت الكرة لمن هو أغنى، لمن لديه المال. أما الذي ليس لديه المال
فليذهب الى هو في ناس كمان تاكيدا على كلام حضرتك في ناس احيانا واحنا الكلام ده صح ولا انا انا هنا مش بقيم ما اقدرش اقيم راي حضرتك، حضرتك صاحب خبرات كبيره بس بعرض عليك وجهات نظر مختلفه. احنا بنسمع اراء متفقه مع حضرتك تماما وبتقول ازاي الانفاق على اللعبه في مصر بالحجم ده رغم ان احنا شايفين الظروف الفتره اللي فاتت خلت مفيش حضور جماهيري الا في نطاق ضيق جدا، مفيش ارباح حقيقيه، مفيش نشاط رابح، فهي في النهايه الامور انفاق بلا ربح، فدي امور لا تقبل في العالم كله. يعني العالم بيحسبها كشركات كره قدم والنادي الاهلي بيتمنى يحقق النمط ده انها تبقى شركات ولا بد ان تكون ميزانيتها انا اشجع رابحة. اشجع بقى يعني وفقا لرايك اشجع بقى رجال الاعمال انهم رجال الاعمال. احنا عندنا رجال اعمال بسم الله ما شاء الله، ده الشركات الوقت اللي الرئيس مديها لهم شركات ما شاء الله هتجيب مليون خير لمصر، وعندهم امكانيات غير عاديه وامكانيات، والامكانيات هتزيد بعد الدوله ما بتديهم شركات وبتديهم مؤسسات وبتديهم اراضي وبتديهم حاجات. يا سيدي في مجال الرياضه خد 10 منهم 15 منهم يمسكوا انديه يحيوها، هيعملوا له اسم اولا ودعايه للشركه بتاعته، دعايه كبيره وفقا للاستثمار بقى يا سيدي، تعظيم سلام للاستثمار، يبقى هتعمل مكان للاستثمار ويعملوا للنادي يرجعوا الرياضه في مصر يرجعوا. طب احنا لما عملنا لما عملنا تقنين وتخطيط وقعدنا 7 أشهر نشتغل خلاصة الناس المصريين اللي كانوا بيشتغلوا فيها، في الآخر احنا احتاجنا للمال يعني بلا مال ما كانش، وكان اللي بيمثل المال بيني وبينك عبد المنعم عمارة بيدي من فلوس الدولة وكان بيجيب لنا من بعض الشخصيات. طب انا اقول لك على حاجة، وانا بعرض التخطيط على شخصية كبيرة جدا مش هقول اسمها تاني لانها بايخة يعني، شخصية عظيمة جدا جدا جدا، جابنا وقال لنا شوفوا خططوا وقولوا لي انا شوفوا التخطيط. قلنا له طب التخطيط احنا عملنا تخطيط حلو، جبنا ناس يا عظماء الرياضة في مصر. قال طب ايه المشاكل؟ قلت له المشاكل الفلوس، لان كنت زمان بلاعب الناس في القطاع في حتة قريبة من النادي بتاعه، نادي الزمالك بيلعب نادي الترسانة، لكن دلوقتي هيخرج بره القطاع بتاعه يعني هيطلع من هنا لاسكندريه، لدرجه ان احنا كنا مسمين دوري القطاعات ده دوري الاتوبيسات، يعني الفلوس اللي معاه فلوس يدفع اتوبيس اخد بالك. فالراجل كان بيقدم لنا كل الدعم، قال لنا على 2-3 رجال اعمال مش هقول اسماء برضه، رجال معروفين اسماء يقدموا رعايه وتمويل للبطولة. لا خدوا تعليمات من القياده الكبيره دي، قال لهم فلان ده هيقول لكم اللي هو عايز يديهوله امر مباشر كده لهم. حصل حياة ولادي حصل أخد بالك. الناس دي ساعدتنا في حاجات كتيرة، ما لازم فلوس، والفلوس يعني حضرتك بتقول الفلوس تيجي من رجال الأعمال، إحنا عندنا رجال أعمال طلع رجال الأعمال، عايز الكيانات الاقتصادية في مصر وكبار رجال الأعمال يشاركوا في هي كده الرياضة. هي كده، لكن غير معقول إنك هتجيب نادي غلبان مش لاقي ونادي كل يوم بيشتري ب 200 جنيه 200 مليون جنيه لعيبة. طب حضرتك شايف ازاي دور النادي الاهلي؟ المعادله الصعبه يعني كابتن محمود الخطيب خلال الانتخابات السابقه انتخابات مجلس اداره قال هذا الكيان لن يخضع لاحد، لن يكون ابدا خاضع عشان امور تمويليه او تسويقيه او خاصه برعايه او اي امور خاصه بانفاق او ملايين او امور احترافيه، قال كده نصا، قال النادي ده كيان كبير قوي والشعار ده محدش لا يقدر يشتريه ولا يقدر يبيعه، النادي الاهلي اكبر من كده، وده كان على لسان الكابتن محمود الخطيب. طب ما كابتن لا النادي الاهلي النهارده بيتكلم عن مواجهه هذا الطوفان اللي ممكن يدخل على الدوري المصري. أيوة. من عمليات انفاق مبالغ فيها، وبيقول انه ازاي يعمل المعادله الصعبه، ينفق بس يحاول يحقق ربح وتبقى النشاط. نادي الاهلي حضرتك تعلم انه بقاله سنوات بيطالب بتطبيق شركات لكره القدم ودوري للمحترفين في مصر. أنا أقول لك زي العالم كله. انا اقول لك حاجه، نادي الاهلي وتاكيدا ومعلومه ثانيه كمان اضافها لي زملائي، ان احنا النادي الكيان الوحيد الرياضي في مصر اللي عنده رخصه بالمواصفات المطابقه للاشتراطات الدوليه لكره القدم. نادي الاهلي ربنا دايما بيكافئه بناس بتساعده وبيبقوا نجاحهم منسوب ليهم. انا هقولهم بقى، هقولهم في واحد امير سعودي من الناس التعظيم سلام، مصر كلها بتتعظم سلام لانه راجل عظيم جدا، لا عمره جاب سيره ادى مين ولا كد مين ولا الامير عبد الله ولا فتح بقه بكلمه. صحيح. مش اللي بيعمل مفهوم انه النادي الاهلي هو اللي فضيحه في البلد كلها، لا ده ما فتحش بقه ولا حد يعرفه.
ده يعرفوه الناس الاكابر القريبين من صناع القرار مفهوم. يقول له الامير فلان عمل كذا يا سلام عظيم جدا اخد بالك. فهي عايزه ناس كيانات محبه او كيانات محبه وكيانات كويسه، لكن هتجيب اي حد ما طيب يعني حضرتك مع مطالبات النادي الاهلي ولا لا بانه بيتمنى وجود نمط او اطار رياضي ينقلنا الى مرحله دوري المحترفين في مصر وتبقى شركات بحسابات دقيقه وحسابات بتقول النشاط لازم يربح؟ انا بس وانا لما باجي اختار اللي انا بختاره ده شكله ايه وماضيه ايه وتاريخه ايه وتوجهه مناسب لشخصيه النادي الاهلي ولا لا، اسلوبه مناسب هيبقى في تنسيق وتفاهم ولا لا، يبقى لازم الانسان اللي بتختاره عشان يصرف ده لازم يبقى فيه يعني انا الراجل اللي انا اخترته يصرف اثنين اللي اخترتهم يصرفوا مش انا اللي اخترتهم، ده الدوله هي اللي اخترتهم لي، قالوا لي دول اثنين بيموتوا في الرياضه وبيموتوا في الكوره وهم اللي انت عايزه واللي فعلا اللي انا عايزه كنت باخده وعملوا نتائج ما حصلتش في تاريخ مصر، في تاريخ مصر ما حصلش الكلام. عشان كده حضرتك بتطالب بكيانات مصريه، رجال اعمال وكيانات اقتصاديه وشركات موجوده مصرية مصر مليانه تنهض بهذا المشروع. والله مصر مليانه، ولو الرئيس بس التليفون للناس دي وقعدوا معاه قعده حلوه، لانه هو بسم الله ما شاء الله محب لمصر جدا. عشان كده احنا كلنا اسعدنا جدا فكره العقد المتميز اللي تم توقيعه بين النادي الاهلي وشركه برزنتيشن، انه وكتير من ضيوفنا قال احنا بيسعدنا ان الرعايه تكون مصريه وان الكيانات اللي بتضخ اموال وتستثمر للنهوض بالرياضه المصريه تكون كيانات مصريه. ناس قالوا عندنا، ناس كتير خبراء قالوا عندنا القدرات دي، يعني بلدنا فيها القدرات دي. لو احنا عايزينهم يدفعوا وما ياخدوش. لا احنا عايزين هنا حضرتك بتتكلم عن شكل تاني، حضرتك بتتكلم عن التطوع. احنا عايزين اللي بنجيبه. ما هو يا سياده الهوا، ناس كتير بتتفرج على حضرتك دلوقتي هيقولوا دي كانت فتره واتغيرت، ما بقاش حد بينفق، يعني زمان كان فلان لا باشا في ويعني في 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 رجال اعمال وفي متطوعين، في رجل اعمال بس مش في مستوى ساويرس. ساويرس بيقول له مفهوم يجيب اللي هو عايز يجيبه، يعني طاقات مختلفه، لكن التاني ده مش بس حضرتك لسه بتتكلم عن مستوى العمل التطوعي، ان شخص بيتبرع لنادي، رجل اعمال بيتبنى نادي شعبي او يرعاه. بيحبه، هو بيحبه. طب ليه ده ما ياخدش شكل احترافي؟ الراجل اللي كان بيتبرع للنادي الاهلي ده كان بيحب النادي الاهلي وراجل امير ودي خطوات واسمه مشهورة واسمه عظيمه ولا جه جنب الكيان في سنتي. لكن اللي حصل في الاخر لا، ما ده ضرب في القناة في وحضرتك ضربت مثال رائع بالامير عبد الله الفيصل رحمه الله، يعني احنا قلنا من شويه الاسم طبعا زي الفل، لانه من الشخصيات مع رجال اعمال مصريين وتاريخ من ايام يعني عبود باشا وحبه للنادي الاهلي ودعمه للنادي الاهلي أسامي. وشخصيات اخرى مرورا باسماء من كبار رجال اعمال المصريين، وزي ما حضرتك بتقول لم يتحدثوا يوما، يعني كان دايما التطوع والدعم للنادي الاهلي مصحوب بانه ملتزم الصمت، والنادي الاهلي هو اللي حريص على توجيه الشكر. والناس اللي بتجامل دي كيانات مصريه وبتحب النادي. كان في عندهم واحد في النادي الاهلي، الناس بتنسى الراجل ده، لازم الاهلي يحتفل بيه دايما. كان هو رجل عبد البقال. طبعا تاريخ عبد البقال. عبد البقال ده لازم نضرب له تعظيم سلام، لان عبد البقال كل سنه وكل سنتين قبل السيزون ما يطلع يروح رايح حاطط عينه على اتنين تلاتة بيخلوا الاهلي الاول على طول. العين اللي بتختار بقى رفعت زي الاختيار الفني. الدزو جه ازاي؟ توتو جه ازاي؟ دي اسامي انت ما توعاش. ميمي الشربيني مع حفظ اسامي ميمي الشربيني، ناس كلها عملت تاريخ عن طريق ولاد النادي الاهلي. وجه اللي كمل رسالته ونجيت الحقيقه بيكملها كويس قوي بعدين. طيب دلوقتي النادي الاهلي حضرتك بتقول اكتشاف المواهب امر فارق جدا مع الانديه الكبيره وانديه البطولات، في مقدمتها النادي الاهلي، هل حضرتك سعيد بان النادي الاهلي دلوقتي في تركيز كبير من قياداته ومجلس ادارته على قطاعات الناشئين، على اكاديميه النادي الاهلي، على عوده اختيار وتصعيد عناصر شابه للفريق الاول؟ برافو عليك، برافو عليك. ده انا واختيار افضل العناصر، وفي لجنه كمان لاكتشاف المواهب. مع ناس بتحدث معاهم في العمليه دي. يعني نادي الاهلي ونادي الزمالك طول عمرهم ولادين بيجيبوا اللعيب ابن النادي اللي 90% من لعيبه نادي الاهلي من نادي النادي الاهلي. نادي الزمالك ومصدر 90% من نتائج لا، لكن الوقت للاسف الشديد عاملين اكاديميات عندهم بس الاستفاده صفر. حضرتك تتمنى ان قطاعات الناشئين ترجع النادي يستفيد بيها وتقدم؟ لا، ما هي راجعه، هي راجعه وموجوده، هي راجعه وموجوده، بس لا، يجي واحد زي تاني يلاقوا ولد
في نادي دجلة هايل جدا ومكسر الدنيا. لا 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 سيب العيال دي بقى خليها بعدين وخلاص. طب ليه ما يبقاش مزيج من ده وده يا سيادة؟ لا ما فيش، ما حدش، كل الأندية دي ما تبصش لولادها اللي بيربوهم ويكبروهم ويقدروا يعملوا نتائج هايلة جدا عندهم. مستعجلين مستعجلين. يبقى هنا حضرتك بتطالب أندية القمة في مصر، أندية كبيرة، تحافظ على أولادها بمساحة أكبر من الاختيار والمشاركة. طول عمر الأهلي والزمالك وأولمبي والترسانة كل دول احنا الشاذلي وحرب ومحمود حسن وابراهيم الخليلي وبدع عبد الفتاح وخيري و 12 اسم 13 اسم طلعوا من نادي الترسانه. صحيح طلعوا. ما ده اللي حضرتك وكان بيعملوا عنه. وكان بيعملوا في حاجه بيعملها الاتحاد، ما اعرفش ما بيعملهاش الاتحاد دلوقتي. ليه ما يعملوش ماتشات الناشئين قبل الماتشات الكبيره؟ عشان الناس تتابعها ويبقى لهم جماهيريه. ما احنا كلنا طلعنا، ما احنا كلنا طلعنا، كل الناشئين اللي لعبت في مصر كلها لعبت من الجمهور بيجي يتفرج 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 على الناشئين الاول، وتلاقي الناشئ ده طالع 10 على 10. اخد بالك؟ احنا لا بناخد من الانديه عندنا ولا بنستفيد بالاشبال. وانا رايي الاكاديميات اللي بيفتحوها دي، الاهلي والزمالك والترسانه والبتاع ده، رايي في الاحسن. لان يقول لي مين من الاهلي بيلعب من النادي الاهلي؟ مين من الترسانه بيلعب من النادي الترسانه؟ كله بيروح يشتري، كله بيشتري خلاص. ما احنا بنطالب اهو بان النهوض بالحاجات دي يرجع للاهلي. لازم يبقى لها دور في ان حكايه الشراء دي وحكايه الفلوس اللي بتدفع كتير والعقود اللي كبرت دي. لا كبرت قوي، كبرت على مصر قوي، ان انا ادفع للاعيب 40 مليون جنيه و30 مليون جنيه. طيب يعني هنا حضرتك بتتمنى انفاق اقل على الصفقات من خارج اي نادي، وبتتمنى اهتمام اكبر بقطاع الناشئين والعناصر الشابه اللي ممكن تصعد. اذا ما كانش الاهلي والزمالك هيطلعوا ناشئين، مين اللي هيطلع؟ طيب هسال حضرتك، احنا عندنا دقائق قليله جدا متبقيه، هسالك اسئله سريعه ومباشره سياده اللواء نعرف رايك فيها. الدوري توقعاتك بطل الدوري هذا الموسم مين الاقرب؟ يعني هي زي العاده ما بتقول، الاهلي والزمالك، الزمالك والناس اللي معاهم فلوس. يعني ممكن يدخل طرف ثالث مع الاهلي والزمالك. لا حضرتك اللي تقول بيراميدز. يعني المنافسه بين الثلاث انديه دول الموسم ده. طيب مين افضل لاعب من وجهه نظرك في اللاعبين المصريين حاليا، بخلاف طبعا نجمنا محمد صلاح لانه اصبح يعني ما شاء الله حسابات تقييمه اصبحت عالميه وليست محليه، خلاص هو في مستوى ثاني. احنا بنتكلم عن عناصر منتخبنا الوطني ونجومنا في الدوري المصري. انا عاجبني اولاد والاولاد دي الانديه بتاعتهم اتصرفت فيهم بالبخس. يعني الراجل الهباك بتاع نادي الاهلي ده حجازي، لا اللي بيلعب دلوقتي في السعوديه افتكر، رمضان صبحي هو رجع من النجوم العائدين واعاره ست شهور. انا عندي واحد زي رمضان ده اسيبه؟ واحد لعيب هايل ما كنتش حابب انه يخرج. والتاني الهباك، لا الهباك التاني ده سعيد اسمه حجازي وبنتكلم عبد الله السعيد. لا بس عبد الله اجهد النادي الاهلي في التفاوض، هو طبعا لا خلاف على موهبته والنادي الاهلي كان ممكن وفر له اعلى تقدير ممكن. كان ابني وانا مربيه، كان ممكن ان انا اثر فيه. عبد الله السعيد ما سيبوش بسهوله. نادي الزمالك كابتن لواء، انا هفكر حضرتك بحاجه بقى. نادي الزمالك مشى مين بقى؟ مشى عمرو جابر، ومشى رحيل، ومشى واد اسمه محمد ابراهيم راجع دلوقتي طالع السما، ورغم ان هو بقى له خمس سبع سنين ما بيلعبش كوره. حوالي سبع اسامي، لان الفلوس بتاعتهم حلوه، الانديه بتاعتهم سابتهم عشان تجيب فلوس. بس صراحة فنزل المستوى، نزل مستوى الاهلي ونزل مستوى الزمالك. طيب احنا في موضوع عبد الله السعيد، طالما حضرتك ضربت المثال ده عشان ما يبقاش الكلام فيه قدر من التناقض، حضرتك من شويه قلت انا ضد الانفاق الضخم اصلا، وشايف ان الانفاق في مصر في الكوره بقى مبالغ فيه. لا عفوا، بس اكمل سؤالي وحضرتك طبعا ابني. طب والنادي الاهلي اعلن تقديره له ماديا وادبيا ووصل معاه لاعلى حد ممكن في عمليه التفاوض، لكن حضرتك تعلم شخصيه النادي الاهلي وانه مهما كان حجم النجم والتاريخ بياكد ده، ما يفرضش شروطه. يعني النادي حاول يصل معاه لصيغه فيها مصلحه الطرفين وانها تبقى صفقه رابحه، وين وين سيتويشن الاجانب بيسموها كده، وكان هو له رؤيه ثانيه. رمضان صبحي، رمضان صبحي رغبه اللاعب وقفش قدام رغبه لاعب في انه يجد فرصته في اوروبا؟ لا ده انا واقف، يقولوا له لا ده انا واقف فوق رغبته ورغبه اللي خلفوه كمان. طب ما احنا كده مش هنطور الكوره، حضرتك مش عايز محترفين؟ لا بقى لا انا هخرج ولادنا بره، اقعد ورديه ورديه بالمعقول. لكن احنا دلوقتي بدانا نبص لبعض، ده جاب واحد لعيب عنده ب 15,000، لا انا اجيب ب 20، لا انا اجيب ب 30، لا انا اجيب لا. يعني حضرتك ضد خروج لاعبين الاحتراف في اوروبا؟ تتمنى يفضلوا في الانديه المصريه؟ طبعا طبعا ده طبعًا. التوجهات مختلفة خالص طبعا. لا لا طبعا طبعا يعني حضرتك بتتكلم في اتجاه انا بلدي تماماً. انا بلدي يناسبها ايه؟ انا بلدي يعني نفسك نجومنا يفضلوا، انا بلدي يناسبها ايه؟ انا زعلان جدا على نادي الزمالك والنادي الاهلي انهم سابوا اولاد من اجمل ما يمكن، سابوهم بسهولة جدا وباعوهم. طب كنت واحتمال ان يكون النادي كان محتاج فلوس. طب انا هختتم السؤال ده، حضرتك كنت تتمنى نجم قدرات محمد صلاح
يخرج يحترف في اوروبا ويصل المستوى اللي وصل له ده ولا يفضل في الدوري المصري؟ لا ده ما هو قياسا على اللي حضرتك ده عمله نادره ده، يعني كنت موافق على اعتراف محمد صلاح ده خروج عن القاعده. طيب محمد صلاح حاجه ثانيه خالص. عموما نتمنى الامور تبقى افضل في الفتره الجايه والدوري المصري يبقى فيه العوده ودور الانديه الجماهيريه والشعبيه والتوازن حتى في الانفاق والشكل اللي كمان بيتمناه النادي الاهلي، فكره ان يبقى فيه ميزانيات رابحه لهذا النشاط وتبقى صناعه ناجحه ان شاء الله تسويقيا. انا سعيد بيك النهارده واحنا سعداء بحضرتك. وانا اسف لو كنت انا يعني لا حضرتك زودت حضرتك تتكلم بحريه كامله. لا احنا عارفين قيمه الخبره. انا وجهه نظري كده، انا طول عمري اعترف بالكلام اللي انا قلته. حضرتك صاحب راي ولك شخصيتك وخبراتك الكبيره اللي بنعتز بيها، حتى لو ارائك مختلفه مع اتجاهات كثيره حاليه، ده يعني حق مطلق لحضرتك كضيف لينا، وده منهجنا في قناه الاهلي عرض وجهات النظر بحريه. يا رب يخليك. شرفتنا سياده اللواء حرب الدهشوري الرئيس الاسبق للاتحاد المصري لكره القدم. شكرا جزيلا. شاكرين جدا لحضرتك، كتر خيرك. شاهدينا في نهايه هذا الحوار، طبعا احنا في الفاصل هنتابع مع حضراتكم تقرير خاص ولقاء تم استعرضناه في فقره الاخبار مع حضراتكم للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي مع مدراء الافرع المختلفه ونوابهم ايضا للاطلاع على مرحله العمل في الايام القادمه، احتفالات رأس السنة وعملية التطوير على المستوى الإنشائي والخدمي والرياضي في النادي في كافة المقار والأفرع المختلفة للنادي الأهلي. بشكر حضراتكم على متابعة هذا اللقاء وأكرر الشكر لضيفنا العزيز سيادة اللواء الحرب الدهشوري الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم. وبعد الفاصل ابقوا معنا وبعد متابعة حضراتكم للتقرير ابقوا معنا والبقية في هذه الحلقة مع زميلي العزيز خالد العوضي.